مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. على الرغم من انتهاء الأزمة التي اندلعت بين المحكمة الدستورية العليا والجمعية التأسيسية للدستور بشأن وضعها في مشروع الدستور الجديد الذي تعكف الجمعية على إعداده باستجابة من لجنة الصياغة لمطالب المحكمة الدستورية والإبقاء على النصوص الخاصة بها كما هي في دستور 71، على الرغم من ذلك فإن الاتهامات ما زالت مستمرة بين القضاة من ناحية وأعضاء التأسيسية الذين اختير أغلبيتهم من أعضاء مجلس الشعب السابقين من ناحية أخرى. فاليوم أصدر 30 من نواب مجلس الشعب المنحل بيانا طلبوا فيه رئيس مجلس الشعب السابق دكتور سعد الكتتني بتفعيل قرار رئيس الجمهورية الذي عطلته المحكمة الدستورية دون وجه حق على حد قولهم، مشيرين إلى أن حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس يعتبر منعدما لخروجه على اختصاص المحكمة. على جانب آخر، كان نادي قضاة مصر قد أصدر بيانا بالأمس شن فيه هجوما على تأسيسية الدستور، وأشار البيان إلى أن باب السلطة القضائية في مسودة الدستور الجديد مثل صدمة مخيبة للآمال لما شابه من قصور تدعم استقلال القضاء. حول طبيعة الخلاف بين الجانبين وما إذا كان هناك تغول من جانب سلطة على أخرى يدور الحوار، ويسعدني أن يكون معي في الاستوديو المستشار كمال الإسلامبولي رئيس محكمة الاستئناف السابق وعضو نادي القضاء. مرحبا بك سيد المستشار. عضو نادي القضاء. طيب نسحب يعني هذه، أنت فقط لا 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 يعني كنت سأسألك عن البيان، كان هذا أول سؤال. طيب دلوقتي نعم. طيب سأنتقل إلى الضيف الآخر معي أيضا الأستاذ ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق. مرحبا بك أستاذ ممدوح. أهلا وسهلا. مشاهدي الكرام، يعني قبل أن نبدأ في هذا الحوار نشاهد يعني جزء من الوقفة التي حدثت اليوم أمام مجلس الشعب ومحاولة بعض أعضاء البرلمان للدخول إلى مقر المجلس، ثم نعود ونواصل الحوار. طبعا هنخش، وده حق اللي انا هخشه، ومش حق ليا، ده حق الشعب. لما انا هطالب بحقي وهتمسك بيه ان انا اطالب بقوه، يبقى انا لازم اطالب بحق الشعب، وده حق وحق الشعب. لان لو انا مش طالبت بحقي الشعب هيطالب بحقه ازاي؟ طب يعني هو الان يقول انه لا يوجد تعليمات، نحن تعليمات دلوقتي ان باب واحد فاتح لاعضاء مجلس الشعب، واحد مفتوح ومتصور وهو جاي يتكلم وهو جاي يقول ده احنا كده بيضحك علينا بقى. واحد عمداء الشرطه ابلغهم بان باب واحد مفتوح. مقدم من الشرطه، مقدم من الشرطه ابلغنا ان باب واحد فتح لاعضاء مجلس الشعب، وهو كانوا كنا بنصور في القنوات التلفزيونيه. فحضرتك احنا يعني كده بتطلعونا من هناك وتجيبونا هنا ولا ايه؟ يعني هو بيطلعنا من هناك وانا بقى مش ماشي من هنا غير لما اعرف الحاجه دي ايه؟ ولو هعتصم هنا، انا لسه قايل هناك ان انا مش هعتصم، مفيش اعتصام. لكن اللي يضحك عليا ويضحك على اعضاء مجلس الشعب يبقى كانه بيضحك على الشعب كله. وانا هنا احد قيادات الشرطيه حضر الى الباب هنا. يعني انا استنى لحظه ازاي انا استنى لحظه على بوابه وانا عضو مجلس الشعب ومسؤول عن الشعب، يبقى ازاي الباب يتقفل في وشي وتقول لي لحظه واحده؟ ازاي يعني؟ وبعدين نروح من هناك ونيجي هنا؟ هو احنا عيال ولا ايه؟ هو ده شغل عيال؟ احنا اعضاء مجلس الشعب. انا بطالب ان اي ضابط هنا يجيب لي قرار كتابي من اي مسؤول. اذا كان ده قرار احمد جمال الدين وزير الداخليه يجيب لنا قرار كتابي. احمد جمال الدين مش رئيس مجلس الشعب. انا بقول لكم اهو، بقول وزاره الداخليه كلها، احمد جمال الدين مش رئيس مجلس الشعب، وليس له سلطه ان يصدر قرار من اي حد. اي واحد هنا عنده قدر من الرجوله يجيب لي قرار كتابي من احمد جمال الدين بالمنع هنا. انا بقول للجميع اهو، الكلام اللي بيحصل ده خارج القانون، دي بلطجه، دي عوده لنظام مبارك. انتوا بترجعوا نظام مبارك تاني، بقول لكم بكل وضوح. للاسف الشديد اللي بيحصل ده مش تعليمات، دي تعليمات داخليه. استاذ ممدوح، هؤلاء مغلوب الضباط مغلوبون على امرهم، يا هم ينفذون قرار او حكم قضاة المحكمه الدستوريه. مش مغلوبين على امرهم، مش مغلوبين على امرهم. سمعت احد الضباط وهو يقول لكم باب واحد مفتوح. بالظبط كده، حضرتك قصاد احد الضباط، قصاد الاعلام، قصاد قناه الجزيره وقنوات اخرى، قال ان باب واحد مفتوح، اعضاء مجلس الشعب يروحوا باب واحد عشان الباب مفتوح. وحضرتك احنا هنرفع فيها قضيه
ومعانا ما يثبت ذلك ان احنا نضحك عليه. احنا عايزين قرار، مش عايزين قرار بالدخول، احنا عايزين قرار كتابي بالمنع، قرار كتابي بالمنع، عايزين قرار كتاب بالمنع. الضابط اللي عليها كده هنرفع عليه قضيه، قرار انا هرفع عليه قضيه. مين الضابط اللي انا معرفش مقدم هو موجود في شاشه التلفزيون، موجود على قناه التلفزيون الجزيره، وهنجيب اسم شكله موجود، وهنجيب اسم وهرفع عليه قضيه، لان بلغنا ان باب واحد مفتوح وبيضحك على الناس وبيضحك على الشعب كله وبيضحك على اعضاء مجلس الشعب كله. من الذي اتخذ قرار منع النواب من الدخول؟ دي واحده كمل حضرتك. ما خلاص ما فيش عندي، انا هجيبه من قرار قضية. قرار مكتوب بالمنع اللي انتوا بتقولوا عليه، قرار مكتوب. مشاهدينا الكرام متواصلون معكم من جديد، وابدا مع سياده المستشار كمال. يعني سياده المستشار، بدايه يعني تعليق على ما حدث اليوم امام البرلمان، يعني محاوله من جانب بعض نواب البرلمان السابق من الدخول الى البرلمان، قانونيا كيف من الممكن ان نعلق على ذلك؟ لا ده كان كمان بلغ ان في تجمع من كمان ايضا من برلمان قبل الثوره كمان. انا شفت لقطه على القناه النهارده، احد اعضاء برلمان قبل الثوره كمان كان موجود بيطالب انه يرجع، اللي هو المجلس الذي حل، المجلس اللي هو جزء من التنظيم الذي قامت عليه الثوره كمان. انا شفت النهارده احد الاعضاء وكان يعني تم معاه حوار على قناه الجزيره وبيقول احنا موجودين. المساله هناك تنظيم قانوني يحكم البلد، والدوله القانونيه يجب فيها تعظيم القانون، وفي فصل بين السلطات، لكن احنا ما بناخدش بالفصل الجامد بين السلطات، لانه فصل مرن بيضمن العلاقة بين السلطات في إطار التخصص بتاع كل سلطة. فبمنتهى الصراحة، ورغم إن سيادة النائب قاعد جنبي وكان بيزعق جوه دلوقتي، لكن أنا يعني الرأي بتاعي بقوله بصراحة، إن المحكمة الدستورية لما أصدرت حكمها ببطلان النصوص 3 و6 و9 وترتب على ذلك بطلان المجلس أو حل، يعني أعتبر المجلس باطل مع إجازة ما تم منه من أعمال في صورة قوانين أو قرارات، ده معناه أنه مجلس الشعب بعد هذا الحكم أصبح ليس له وجود قانوني في البلاد. وحتى ما تم من محاولات بعد ذلك، صدور قرار لرئيس الجمهورية بإعادة المجلس بعد توليه، كان قرارا منعدما، لأنه ورد على مجلس أساس نشأته، لأن الحكم الدستوري كاشف، هو اعتبر هذه القوانين التي قامت عليها العملية الانتخابية البطلة، وبالتالي لا يحق النهاردة أن هو يتم المطالبة بالعودة. أنا من وجهة نظري هي مسألة فيها محاكاة لقصة المستشار النائب العام، أنه طالما صدر قرار وهو بقي وتمسك في منصبه، فأيضا مجلس الشعب يبقى في منصبه. ها النائب العام معين ورئيس مجلس الشعب منتخب وأعضاء مجلس الشعب منتخبين، فمن باب أولى لهم البقاء وعدم الاعتداد بما تم من حكم. هذا قياس مع الفارق تماما، لأنه يجب أن احنا نفرق بين سلطات قائمة من حق سلطة أنها تصدر قرار بشأنها، وبين سلطة قائمة أحد أفرادها ليس من حق سلطة أخرى أن يقيله أو يعزله، وهذا ليس ضمانة له. وحين قلنا هذا قلناه من باب الشرعية مع المنصب وليس مع الأشخاص. فرئيس الجمهورية كما قلنا لا يملك قانونا أن يقيل النائب العام، وإن كان النائب العام بيأتي بقرار تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، لكن متى جاء فإن بقاءه يستمد مباشرة من القانون، وبالتالي فلا يجوز عزله. حتى التخريجة اللي اتعملت بعد كده قيل أنه يعني وإن كانت غير قانونية لكنها أخذناها من الملائمة السياسية تلبية لرغبات ثورية. يعني المشكلة في النائب العام، وهذا سأتطرق معك يعني في هذه النقطة بعد ذلك، أن يعني النائب العام كان مطلب ثوري،
وأيضا عندما كان هناك يعني رغبة وإرادة سياسية أن يكون هناك عزل رئيس الجمهورية، كان يخرج علينا الفقهاء الدستوريون يقولون أن هذا غير جائز دستوريا، لكن عندما كانت هناك إرادة شعبية تم عزل رئيس الجمهورية أو خلع رئيس الجمهورية أو إقالة رئيس الجمهورية. سأرجع إلى هذه النقطة ونقطة النائب العام، ونقطة تانية هبقى أكملها في خصوص الجماعة بتوع المجلس القديم بتاع مجلس مبارك. نعم دول يعني دي كمان أيضا يعني دي حدوتة يعني. طيب سأنتقل لك أستاذ ممدوح، يعني قبل أن أسألك عن يعني وجهة نظرك القانونية لماذا تظهرتم اليوم، ولكن أنا أسألك ما الذي حدث اليوم وما وكم عدد النواب الذين كانوا موجودين وما هو فحوى البيان الذي خرجتم به؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو فحوى البيان وفحوى ما حدث اليوم، حتى معنا حوالي 70 نائب في ساقية الصاوي، وتحدث كل كثير من الأعضاء بمختلف انتماءاتهم الحزبية من المستقلين والوفد وحزب الحرية العدالة والنور والأحرار والبناء والتنمية، كل الأحزاب الممثلة في المجلس كلها كانت موجودة النهاردة. الشاهد احنا أمام إشكالية متعلقة بالثورة في مصر، يعني الموضوع أكبر من تصغيره في حكم قضائي، الموضوع أكبر من أن احنا نتخيل أنه إشكال بين محكمة وبين أفراد مواطنين، لا مسألة مش كده. وبعدين أنا هضيف نقطة أن احنا محتاجين لسيادة العدالة من سيادة القانون، العدالة أكبر وأوعى وأجمع وأشمل من القانون، لأن القانون هو محاولات اجتهادية في تحقيق العدالة، لكن العدالة بمعناها العام الشامل الواسع هي المطلوبة من القضاء ومن الأجهزة ومن السلطات ومن كل إنسان، العدالة تحقيق العدالة دي مسألة. النقطة الثالثة مسألة فيما يخص المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية مش احنا اللي بنقول، المحكمة الدستورية باعتراف القضاة نفسهم في سنة 76 وفي سنة 79 وفي سنة 86 لما السادات أراد أن يرسي أساس المحكمة الدستورية القضاة نفسهم اعترضوا. مجلس الدولة عمل جمعية عمومية وقال دي مش محكمة وليس لها اختصاص. النادي القضاء عمل اجتماعات في نفس السنة وقال لا دي مش محكمة. في سنة 86 في مؤتمر العدالة الأول اللي كان فيه المستشار أحمد مكي وولاء المستشارين العظام الشيخ حسام الجرياني قال دي مش محكمة واعترضوا على وجود المحكمة الدستورية. المحكمة الدستورية موضوعة في دستور 71 واللي هم طالبوا بيه دلوقتي موضوعة في فصل الخامس لوحدها، معطوطة في بند لوحدها خارج السلطة القضائية، خارج الفصل المتعلق بالسلطة القضائية. لذلك هم اعترضوا في مسودة الدستور على ايه؟ قالوا لا انتوا ما تحطوناش داخل السلطة القضائية، احنا لينا وضع متميز لوحدنا. طيب الوضع المتميز ده ايه هو؟ هل انتوا قضاء ولا مش قضاء؟ القضاء نفسهم في سنة 76 وفي 79 وفي 86 قالوا ان دي هيئة سياسية وتخضع للمواءمات السياسية، لذلك القضاء نفسهم اعتبروها هذه المحكمة خارج القضاء نفسه لأن ليها ما نعتبره شيء، وتاريخ المحكمة الدستورية المعروف شيء واحترام القوانين على واحترام القوانين شيء آخر. حضرتك احترام القوانين ده واجب لاستقرار أي دولة، بس لما يكون في افتاءات وجور وتغول واستخدام السلطات في غير محلها يبقى هنا أنا لازم أحترم العدالة وأحترم حقي اللي هو أعلى واللي واجب القانون نفسه إن هو ينفذه. لما المستخدم للقانون يسيء القانون ويظلم به يبقى هو خرج عن القانون. سيادة حضرتك المحكمة الدستورية في موضوع مجلس الشعب احنا كنا رافعين دعوة أمام المحكمة الدستورية من سنة 86 لإلغاء لعدم دستورية الإحالة للمحاكم المدنية المحاكم العسكرية، حتى الآن في 2012 لم تفصل فيها. فيما يخص الجزء المتعلق بمجلس الشعب تم عرضه في أقل من 40 يوم. أنا بلقي ظلال على ما حدث المحكمة الدستورية في أقل من 40 يوم تم عرض الأمر المفاوضين ثم جلسة ثم الحكم في يوم واحد. طيب لا لا اسمعيني بس، لا مش طيب ده المصيبة في اللي جاي. المحكمة الدستورية أصدرت القرار أو الحكم بتاع أيا كان نسميه، للمسميات هنا مش هتشغلنا، أصدرت حكم بتاعها في ظلال إيه؟ ظلال المجلس العسكري أصدر إعلان الضبطية القضائية قبلها بيومين، يوم الأربع قبلها بيومين الضبطية القضائية للتحريات وللشرطة العسكرية، ثم المحكمة تصدر الحكم، ثم رئيس المجلس العسكري على غير اختصاص في الدستور عشان نتكلم في القانون. بص حضرتك في القانون نفسه وفي الدستور نفسه الإعلان الدستوري بيحكم البلاد، لا يوجد نص يتيح لا للمحكمة الدستورية ولا المجلس العسكري حل هذا النص، كلمة
حل مجلس الشعب. النص الوحيد في المادة 40 في الإعلان الدستوري بيعطي صلاحية لمحكمة النقد في النظر في صحة وبطلان عضوية الأعضاء فقط. إنما لا يوجد نص في الإعلان الدستوري للمحكمة الدستورية خاصة بحل المجلس ولا المجلس العسكري. فلذلك لما المجلس العسكري في خلال أقل من 24 ساعة حل المجلس، ثم بعد ذلك كانت المؤامرة بالإعلان الدستوري المكمل لسلب اختصاصات المجلس الشعب بسرعة شديدة جدا. ليه؟ لأن كان في منظومة التقديم وفرش الطريق لأحمد شفيق جاي، فبالتالي كان هناك منظومة بتعد لحكم البلاد والعودة إلى حسن مبارك بشكل جديد آخر، شاركت فيها المحكمة الدستورية بالحكم ده. حضرتك الحكم ده شمل شيئين مهمين جدا، شمل منطوق حكم بيتكلم عن بطلان عدم دستورية الجزء الخاص بقانون الانتخاب في دخول الأحزاب على التلت الفردي، ده المنطوق الحكم. ثم في الحيثيات تغول إلى خارج اختصاصه. الانتخابات في التلتين دي محصنة دستورية موجودة بنص الدستوري، لكن هو برأيه قال طالما التلت ده باطل يبقى التلتين باطلين برأيه في الحيثيات. لما منطق الحكم بنتكلم على قانون الحكم تكلم فيما يخص طيب. عدم الدستورية كمل بس حضرتك تفضل استاذ منصور، اتكلم في عدم دستورية قانون الانتخاب الخاص بدخول الأحزاب في التلت الفردي. طيب سابق المحكمة الدستورية عشان نقول ان الحكم ده في سياسة ولا ما فيش سياسة. المحكمة الدستورية في 87-90 لما كان في عوار متعلق بقانون انتخابات مجلس الشعب تكلمت فيه بالنص في احكامها، قالت بطلان القانون ملاش دخل بالحل، لان دستور 71 والفقه الدستوري نظم مسألة حل مجلس الشعب انه بيرجع الامر رئيس الجمهورية ويرجع رئيس الجمهورية للاستفتاء، لان مجلس الشعب سلطة متعلقة بقاعدتين. القاعدة الاولى هي قانون نظم عملية الانتخاب، ثم ناخبين أضلوا بأصواتهم. إذا كان القانون فيه عوار يتم الرجوع لإرادة الناخبين. لذلك حضرتك حسن مبارك الطاغية المجرم اللي اتقال عليه ما يتقال عمل إيه؟ رجع لاستفتاء الشعب فيما يخص حل المجلس. ولكن في النهاية كان الاستفتاء على الهوى. أيا كان احنا بنتكلم على إيه؟ بنتكلم عن من يتكلم عن احترام القانون. احترام القانون فين؟ حضرتك احترام القانون فين؟ مجلس الشعب لا يوجد في اختصاص المحكمة الدستورية أي سلطة أو أي بند أو أي فقرة تعطيها سلطة حل المجلس. حتى هي سيادة المستشار هل جوهر الخلاف يعني يدور ما بين السلطة القضائية والسلطة البرلمانية؟ بس ملحوظة يعني بسيطة، المحكمة الدستورية وبتعترض على مسودة الدستور، فبيقول رئيس المحكمة من يومين وحركه في الجزيرة زعتوه قال إيه؟ بيتكلم بيقول في بند في المسودة بيتكلم ان احنا ليس لنا نظر في الموضوع. الله واحنا متفقين على ذلك، ليس لنا نظر في الموضوع. طب سيادتك عندك ايه المشكله؟ حضرتك لا تنظر في الموضوع وتيجي في المحكمه فيما يخص مجلس الشعب تنظر في الموضوع وتفصل فيه وتقول رايك فيه براي سياسي، انت خرجت عن اختصاصك تماما وانت تعلم ذلك يقينا. تفضل سياده المستشار. الخلاف اولا المنطوق عشان نوضح بس حقائق معينه. منطوق أي حكم الأسباب تكمل المنطوق، وعايز أفرق بين الحل حق الحل وحكم يقضي ببطلان. الحل مكنة سياسية قد تنص عليها الدساتير أو الإعلانات الدستورية بيد الحاكم لإحداث توازن بينه وبين البرلمان في بعض الأمور، إنه بتديله مكنة إنه يحل. فالحل السياسي ممكن المجلس يبقى قائم وعظيم وبيأدي دوره ومن ناحية الشرعية القانونية لا غبار ولا تسريب عليه، ولكن رئيس الجمهورية بما لديه من مكنة الحل فبيحل. نعم لم يكن الإعلان الدستوري يتضمن مكنة الحل للمجلس العسكري، ما تضمنهاش. والمحكمة الدستورية لما قضت بالبطلان هي ما حلتش المجلس بالمعنى الحل السياسي الذي يمثل مكنة بيد الحاكم حين يريد أن يتخلص من برلمان ما، لكنها أبطلت المجلس، تبطل المجلس من ناحية القانونية. طب لماذا لم تبطل القانون فقط؟ يعني تقول أن القانون هو أصل المسألة. أنا من وجهة نظر القانونية والإنشاء المحكمة حكم الدستورية ما هوش منشئ إنما كاشف. المنشئ ده اللي هو بيكون مركز قانوني تاريخه هو تاريخ الحكم، أما الحكم الكاشف هو بيرتد للحالة من لحظة نشوءها فيكشف عنها صحيحة أو باطلة. حكم الدستورية القوانين التي أجريت على بموجبها الانتخابات، بعض النصوص شبه عوار دستوري لما كانت مطعن أمام الدستورية قالت أيوة ده غير دستوري، يبقى ردت الحالة إلى لحظة قبل اكتساب
العضويه في المجلس الى لحظه اول اجراء من اجراءات الانتخابات. يعني قانونا، ولازم افرق بين الكيان الاعتباري للمجلس وبين كيانات الاعضاء. اذا كانت المحكمه لاستقرار المراكز القانونيه قالت اجازه اعمال المجلس من قوانين وقرارات، الا ان المكون لهذا المجلس من اعضائه الطبيعيين، ما انا ما بمفهوم الدستوريه بالتفاصيل بتاعه الاسباب، المفروض ما حملوش صفه العضويه ابتداء، لانه انا النصوص اللي تمت عليها العمليه من اول اجراء هي باطله. يبقى اكتساب العضويه هيجي منين اذا كانت النصوص دي باطله اللي بتجرى عليها عمليه عشان يكتسب المتنافس في الانتخابات صفه العضويه. طيب انت تقتنع بالحكم وترى ان هذا الحكم يعني هو حكم قانوني ومن حق المحكمه الدستوريه ان تحكم بهذا الحكم، ولكن يعني الاتهامات التي كانت توجه سابقا الى المحكمه الدستوريه وبان كل المحكمه تحكم بالبطاله لا تحكم بالحل، بأن يعني لا لا انا بقول بطلان لا يعني ما تحكمش بالحل برضه. خلينا نقف نقطه نقطه عشان نوصل. لا انا بس لان اتفضل انا بقول بطلان. الحل ده مسألة سياسية ودي ما يتضمنهاش الإعلان الدستوري، وإنما من حق المحكمة أن تقضي ببطلان قوانين يترتب عليها إيه النتيجة اللي هتترتب عليها. ما هو البطلان بتاع النص ده مش منه لذاته كده. لا 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 بس حضرتك أكمل سيادتك، المحكمة في الحكم نفسه تطرقت للموضوع. يا ممدوح أنا ما قاطعتكش، اتفضل كرمت عشان المشاهد يقدر يستوعب كلام سيادتك ويقدر يستوعبني، فعلى زي ما انت عايز ما يجي دوره. بالنسبه انا لما ابطل النصوص دي الطبيعي ايه اللي هيترتب عليها؟ ليس بالضروره حل البرلمان، ربما يعني جزء برلمان باطل. جزء فقط ايه اللي يحصل؟ مكونه من منشا باطل، جزء فقط من البرلمان يتم اعاده انتخاب هؤلاء الاعضاء. طب انت متخيله سيادتك برلمان تلته غير صحيح يبقى اكتمل؟ ربما يعني يتم إعادة الانتخابات على الثلث فقط، تم اكتماله يعني لما يبقى ثلث باطل تم اكتماله بالتلتين. ربما يكون هذا حل من الحلول، أنا ليست قانونية ولكن يعني ربما يكون البعض يرى أن هذا حل من الحلول. البعض يرى، لكن احنا بنتكلم، أنا عندي مجلس لا يصح تكوينه ولا تشكيله إلا بموجب عملية إجرائية واحدة بتتم عشان أنا أنتخب أملى مقاعد هذا المجلس. الـ 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 الأعضاء، لو أنا عندي أعضاء دلوقتي 10 9 جاني 6 وثلاثة غلط، أقدر أعقد مجلس بـ6؟ أقدر أقول تشكيل المجلس صحيح مطابق لعدد المقاعد المتعين إن هي يملاها الأعضاء؟ ما أقدرش أقول هذا الكلام. مجلس عشان يكون صحيح يبقى بكامل أعضاء. نيجي بقى لنقطة تانية، هل النهاردة عايز أفرق بين بطلان سابق على التكوين وبين بطلان لاحق على التكوين ولكن لا يؤثر في الكيان؟ في فرق كبير بين الاثنين. البطلان الذي يلحق بما هو سابق على التكوين يؤثر على الكيان. نعم. أما إذا نشأ الكيان صحيحا وهناك بطلان مؤثر في المكونات ولا يؤثر في الكيان فيبقى المجلس قائما. نعم. الحالة اللي احنا بصددها بطلان يلحق على عملية سابقة على عملية الانتخابات اللي هي الأساس القانوني الذي تمت عليه أو تمت بموجبه الانتخابات. نعم. فكيف يلحق الصحة هذه الإجراءات؟ وكيف أسمي مجلسا لم ينشأ مكتملا بعضوية صحيحة لكامل أعضائه أنه ككيان أصبح كيان موجود يمثل سلطة تشريعية موجودة في البلاد؟ لا أستطيع أن أنا أقول طبقا لهذا الترتيب. طيب معنا أيضا يعني وجهة نظر أخرى قانونية معي دكتور رجب عبد الكريم أستاذ القانون الدستوري. مرحبا بك دكتور رجب. يا أهلا بك يا فندم. دكتور رجب أستاذ الضيوف. مرحبا بك دكتور رجب. يعني سأسألك عن هذا الصراع الذي يبدو يعني على الأفق ما بين السلطة القضائية وما بين يعني سلطة التشريع. الآن يعني بعض النواب يطالبون مرة أخرى بأن يكون هناك عودة للبرلمان المنحل، من جانب آخر نجد بيانات من نادي القضاء تدين يعني ما جاء في الدستور الجديد من مواد تخص القضاء المصري، وهناك اتهامات يعني أن هناك الكثير من نواب البرلمان في هذه اللجنة التأسيسية.
يعني كيف تعلق على هذا الصراع الذي يبدو واضحا الآن ما بين السلطة القضائية وسلطة البرلمان؟ وهيك يعني الحقيقة يعني في جزئين فيما يتعلق بال يعني نداء لعودة مجلس الشعب مرة أخرى. الحقيقة أعتقد أن هذا طبعا احنا بنحترم جميع وجهات النظر، وأنا شخصيا كان لي وجهة نظر أو تفسير لأثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وقلت قبل كده أن الحكم المحكمة الدستورية العليا لا تملك حل البرلمان، والحكم بتاعها والحكم الصادر من المحكمة هذا كان يتعين قصره على الثلث فقط، ولكن بعد ما يعني صدر قرار من رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان أو يعني عودة البرلمان مرة أخرى، وبعد كده اتعمل إشكال في هذا، إشكال في التنفيذ، الاستمرار في تنفيذ الحكم، والمحكمة الدستورية قضت بالاستمرار في تنفيذ حكمها، وبعدها المحكمة الإدارية العليا قضت باعتناق وجهة نظر المحكمة الدستورية، وبعد كده رئيس الدولة أصدر الإعلان الدستوري الأخير بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، ونص صراحة على يعني أن يتم انتخاب مجلس الشعب وذلك خلال 60 يوم من الاستفتاء على الدستور. والمسائل عندنا أعتقد خدنا يعني فترة معينة في حالة ثبات وحالة يعني استقرار، فعلى أي أساس اليوم يعني ننادي بعودة مجلس الشعب؟ يعني هل ترى أن هناك طيب يعني إذن دكتور رجب، يعني هل ترى أن انكسار السلطة التنفيذية أمام السلطة القضائية يعني مرة بعد مرة يعني يجعل الآن من الصعب أن يكون هناك منادى من جانب نواب البرلمان أن يعود هذا البرلمان مرة أخرى؟ هو حتى زي ما قلت حضرتك أنا كنت أتمنى أن يعود البرلمان، ولكن ليس هناك حاليا أي سند أو سلطة تستطيع أنها تهدر أحكام القضاء وتهدر الإعلان الدستوري والقرار صدر رئيس الجمهورية. يعني أعتقد هناك ليس هناك سند قانوني حاليا للقول بعودة البرلمان. يعني إحنا برضو في دولة فيها سند قانون، دولة تحترم أحكام القضاء حتى ولو كانت هذه الأحكام ليست عين الحقيقة ولكنها عنوان الحقيقة. فاللي عايز أقوله دلوقتي على أي أساس يعني النهاردة عودة مجلس الشعب؟ لا رئيس الدولة يعني في تقديري أو في وجهة نظري الشخصية لا يملك حاليا أي آلية لإعادة مجلس الشعب. مجلس الشعب نفسه يعني أعتقد أنه فيش أي آلية قانونية لعودته بعد هذه الأحكام ما يعني استقرت، لأن وحتى لو كنا غير راضين عن هذه الأحكام. نعم طب دكتور رجب يعني رجاء ابقى معي دكتور رجب. نعم طب دكتور رجب يعني رجاء ابقى معي على الهاتف سنأخذ رد يعني أستاذ ممدوح على هذا. أستاذ ممدوح يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الدكتور رجب بيتكلم في أنه هو كان مع رفض حكم الدستورية بحل البرلمان، ثم بيتكلم عن أحكام قضائية واستقرار وضع معين. الأحكام القضائية اللي بيتكلم عن أي أحكام قضائية، هو يتحدث أيضا عن رئيس دولة تنازل عن القرارات. أنا سامع دي واحد في مقابل دي واحد. يعني حاضر دي واحد، هو بيتكلم عن حكم الإدارية العليا وبيتكلم عن أن المحكمة الإدارية العليا استنت للدستورية، فأصبح لها جديد. يعني ما فيش حكم جديد صدر، ده المحكمة الإدارية العليا حصل منها نوع من أنواع يعني نقوله للناس جميعا، كان عندها دعوتين، دعوة خلتها في السر لم تعلن خصومها ولم يحضر دفاعها وشالتها كده، ودعوة حضر فيها الخصوم والدفاع، استمعت للدعوة اللي حضر فيها الخصوم والدفاع وأجلتها 15/10. الدعوة اللي لم يعلن فيها خصومها ولا دفاعها راحت ادت فيها القرار بتاعها بأن طالما المحكمة الدستورية قالت كذا وكذا، فالسيد المستشار مجدي العجاتي ادى القرار ده لانه كان خارج على المعاش عشان يسيب سابقه قضيه. احنا حضرتك انا بقول ان الموضوع اكبر من احكام القانون، الموضوع احنا المشكله ان احنا في ثوره، والثوره لابد ان تشمل تغييرا في جميع مؤسسات الدوله. ما زال هناك في القضاء المصري نقاط واماكن لابد ان يشملها الثوره والتغيير، وكان الامل في المستشار احمد مكي والمستشار محمود مكي وهم من تيار الاستقلال ان يحدثوا ثوره تغيير داخل البيت القضائي اللي هو عمود استقرار الدوله. لما يصدر حكم بهذه الطريقه المحكمه العليا، هو مش حكم، ده قرار بيستند لحكم المحكمه الدستوريه وخلاص وساب الدعوه على كده، والاعلام اشاع ان المحكمه العليا قالت كذا، لكن القضيه الاساسيه اللي هي موضوع الدعوه اللي اتحال بيها اتحالت الدستوريه ما زالت موزوره حتى الان. يعني ما زال اساس المشكله الدعوه اللي اترفعت امام القضاء الاداري حتى الان لم يفصل فيها حتى الان.
دي مسألة من ناحية القوانين ومن ناحية المحاكم وما يصار. لكن عايز أتكلم في مسألة الطلب بعودة مجلس وقرار رئيس الجمهورية. الرئيس محمد مرسي أصدر قرار بالعودة لأن قرار مجلس العسكري كان قرار منعدم وقرار باطل لأنه لم لا يملك إصدار قرار بالحل. فبالتالي كان قرار العودة قرار تصحيح لقرار المجلس العسكري. دي مسألة. حتى الآن قرار رئيس الجمهورية لم يلغى حتى الآن بعودة مجلس الشعب. فما زلت حتى الآن أنا بدخل مجلس وعضو مجلس الشعب. مجلس الشعب معطل. فيما يحدث من أحكام وحكم الدستورية خاصة أنا بقول للناس جميعا بكل وضوح أن هذا الحكم سياسي وليس حكم قانوني مرتكز على قواعد قانونية من العدالة الواضحة. وتغول السلطة المحكمة الدستورية في الافتاءات على التلتين القوائم المحصن دستورية سبقت ذلك فيما أعلنه الدكتور كمال الجنزوري للدكتور سعد الكتتني في الحديث المعلن للناس جميعا أن حكم المحكمة الدستورية موجود في أدراج المجلس بحل المجلس. نعم. نحن أمام. طيب. لسنا أمام. أنا بس عشان أنا بحترم إخواننا جميعا اللي بيتكلموا في القانون وبحترم القضاء. لكن هذا الاحترام للقانون وللقضاء وللعدالة ينبغي أن يوضع في محله. هل نحن أمام حكم قضائي مرتكز لقواعد قانونية في العدالة واضحة من محكمة أحكامها واضحة في العدالة أمام حكم سياسي تغولت فيه المحكمة الدستورية على غير اختصاصها وأرادت هدم مجلس الشعب لمؤامرة سياسية صاغها المجلس العسكري بالضبطية القضائية لأن الدستور المكمل. طيب. والتمهيد الذي كان سيسبق إعلان فوز أحمد شفيق. هذه النقطة وضحت. أعود لك مرة أخرى دكتور رجب، على الرغم من الاتهامات التي توجه إلى المحكمة العسكرية إلى عفوا الدستورية. إلى المحكمة الدستورية، ولكن على الرغم من ذلك نجد أنه عندما جاءت مواد جديدة لهذه المحكمة هي اعترضت واللجنة الصياغة في الجمعية التأسيسية للدستور يعني رضخت لهذا. كيف نقيم هذا الوضع؟ يعني على الرغم من الانتقادات من جديد نفس المواد للمحكمة الدستورية ربما في الدستور الجديد. وحاج في نقطتين. النقطة الأولى بالنسبة يعني احنا عندنا دائما الأحكام القضائية يجب أن تحترم زي ما قلت حضرتك، حتى ولو لم تكن عين الحقيقة فهي عنوان الحقيقة. فالحكم القضائي ما لم يلغى لا يتعين احترامه. مسألة ان هذا الحكم سياسي، هذا الحكم احنا لا نتفق معه، هذه مسألة اخرى. ولكن الحكم القضائي مع اختلافنا معه ولكن يتعين احترامه، دي حاجة. الحاجة الثانية فيما يتعلق بالخلاف اللي كان بين المحكمة الدستورية العليا وبين ما اقترحته الجمعية التأسيسية، ما اقترحته الجمعية التأسيسية دي مجرد اقتراحات ومجرد يعني طرحت على اساس ان الشعب المصري بكل مؤسساته وافراده يقول كلمته فيها. يعني اللي له ملاحظه يقولها، المحكمه الدستوريه لها ملاحظه بتقولها، النيابه الاداريه لها ملاحظه بتقولها، القضاء العادي له ملاحظه بيقولها، المواطنين العاديين، الاساتذه، اي مكان في الشعب، كل منا له ان يقول ما يشاء من ملاحظات على هذه المسوده. فهذه ليست دستورا ولكنها مشروع واقتراحات للدستور ومؤدى عرضها على الشعب وعرضها للنقاش والحوار ان نبدي عليها الملاحظات. طب الملاحظه شيء، الملاحظه شيء، ولكن رضوخ لجنه الصياغه لهذه الملاحظات شيء اخر. يعني ربما انا ابدي الملاحظه، الملاحظه شيء، ولكن رضوخ لجنه الصياغه لهذه الملاحظات شيء اخر. انا اتحدث على انه على الرغم من الانتقادات المواجهة للمحكمة الدستورية، ولكن من جديد ربما نصوص دستور 71 تعود من جديد. أنت كيف تعلق على ذلك؟ عايز أقول حضرتك المحكمة الدستورية العليا يعني محكمة أحكامها يتعين احترامها، ويعني ولكن ليست هي في النهاية بشر، يعني ليست يعني ليست ملائكة. طيب شكرا جزيلا لك. قد نختلف معهم، ولكن مسألة إن احنا يعني نؤيد أو بعض الآراء أو الملاحظات اللي صدرت منهم في المشروع الدستور فهذا حقهم، يعني ما نقدرش نقول إن هم لا ليهم حق في هذه بعض هذه المطالبات. نعم شكرا جزيلا لك. كان معي دكتور رجب عبد الكريم أستاذ القانون الدستوري. أعود لك، سأعود لك أستاذ ممدوح، ولكن يعني نعطي الفرصة إلى سيادة المستشار. سيادة المستشار كمال، يعني نفس السؤال الذي سألته الدكتور رجب، على الرغم من هذه الاتهامات الانتقادات التي كانت دائما توجه إلى المحكمة الدستورية، هي الآن لديها ملاحظات، وعلى ما يبدو أن في لجنة الصياغة ربما سيكون هناك رضوخ لمثل هذه الملاحظات، يعني أنت كيف تقيم ذلك؟ هو المحكمة حين تصدر أحكام منها كمحكمة
والبعض له وجهات نظر فيها أي مكان، لأن مفيش حكم في الدنيا يحوز رضاء كل الناس، لأن الحكم بيطلع لصالح مصلحة ضد مصلحة أخرى. ولكن في النهاية أنا كمواطنة أريد أن تكون هذه المحكمة يعني قراراتها غير مسيسة، أن يكون التعيينات في هذه المحكمة أو الاختيارات أو الانتخابات أن تكون يعني ليس بها أي شائبة. أنا بتكلم أي حكم دلوقتي، لو في قاضي بيحكم في نزاع أنا وسيادتك لا قدر الله يعني خصم، في حكم بالتأكيد لا لصالح سيادتك يا إما لصالحي، فالصالح اللي صدر لصالحه المصلحة اللي تبناها وجهة نظر الحكم تبنيتها أكيد الطرف الآخر مش هيبقى راضي عنها، وهذه هي طبيعة الأحكام أنها ترضي من اعتنقت مصلحته ولا ترضي من لم تعتنق مصلحته. وفي النهاية سواء أصابت أو أخطأت هي عنوان الحقيقة، ويجب التسليم والتعظيم للأحكام مهما بقى قيل من وجهات نظر فيها تحفظ هنا أو هناك يظل الحكم له احترامه. نيجي بقى للتأسيسية. التأسيسية ده أمر مختلف. التأسيسية جماعة بتعد دستور لصالح مصر والأجيال القادمة، لصالح مصر ولكن ليس لصالح جماعة معينة أو فئة معينة. يعني من الواضح أن أنيابة الإدارية تعترض، هيئة قضايا الدولة تعترض، المحكمة الدستورية تعترض، وكأنها مسألة مصالح يعني مش تدار. مش مصالح، لا هي تبدو كذلك، لا هي مش مصالح، هي المصالح في الإقصاء والاستبعاد والقصور والعيوب اللي هي موجودة في مسودة الدستور، هي دي المصالح وهي دي النوازع الشخصية واللي بنيت من بعض الأفراد على نوازع شخصية. لكن احنا بنتكلم على النهاردة لما يجي يتحط في الدستور باب معين أو فصل معين أو يتحدث عن أفكار معينة من خلال الحوار المجتمعي كلنا بنقول رأينا، لأن الدستور ده كلنا احنا اللي مشاركين فيه، احنا اللي بنصنعه، ده العقد الاجتماعي اللي بيننا كشعب، كل واحد فينا من 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 أصغر واحد لأكبر واحد في هذا الشعب هو صانع لهذا الدستور، ورغباته لابد ان هي تحترم وتدرس بما يأمله في الدستور اللي بيمثل عقد اجتماعي بينه وبين السلطة، ولكن بشرط يعني ألا تجور على ما يعني تجورش. على الأخرين. هل النهاردة لما أقول في سلطة قضائية قائمة هيئة قضائية هيئة قضائية قائمة ويجي الدستور يستبعدها يبقى معناها إيه؟ ما لازم تطالب إن أنا أبقى موجود، ده وضع طبيعي. لما أنا أجي ألاقي النصوص لا تحقق اختصاصاتي الحالية بتسلبها لأمور ترتب مستقبلا يبقى أنا ما أقفش فيها، لا لازم أقف فيها، صاحب الشأن يقف فيها وغير صحب الشأن يقف فيها. إحنا في النهاية كما نريد قضاء دائما أن يكون نزيها ومستقيما وعفيفا ولا يبغي إلا وجه الحق. طب اسمحي سيادة المستشار، كيف يتحقق ذلك ويعني والكل يعترض؟ يعني كل يعني كل المحكمة الدستورية تعترض، هيئة قضايا الدولة تعترض، النيابة العامة تعترض، إذا لم يحقق هذا الدستور تغيير كيف سينصلح حال السلطة القضائية؟ بيعترضوا على إيه؟ ما هم بيعترضوا على إيه؟ طيب سأعود إليك مرة أخرى، بيعترضوا على إقصاء، بيعترضوا على تقليص، بيعترضوا على تهميش وتهوين. سأعود إليك لازم مرة يعترض. أخرى سأعود إليك مرة أخرى ولكن معي دولة المستشار دولة محمد بوليسية عبدو. ولا تنفيذية ولا عايزين دولة قانون ومؤسسات ودولة؟ لا نريد يعني المواطن المصري يريد قضاء يعني ناجز وعادل. سأعود إليك ولكن معي سيادة المستشار تانية. محمد عبدو صالح أمين صندوق نادي قضاة مصر، مرحبا بك سيادة المستشار. أنتم أصدرتم بيان اعترضتم على بعض البنود والمواد الخاصة التي جاءت في يعني الدستور الجديد، يعني ما هي الأسباب التي دفعتكم إلى ذلك؟ وثانيا يعني موضوع الحلقة خلاف متصاعد بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، ومفيش خلاف، مفيش خلاف بيننا كأشخاص، لكن الخلاف في وجهات النظر. الخلاف المتواجد بيننا هو خلاف في وجهات النظر، نعم. ليس أكثر ولا أقل. وبالنسبة للدستور احنا اعترضنا على بعض المواد التي تم حذفها والتي سوف تقلل من استقلال القضاء وليس إلى استقلال القضاء كما نطالب به ويطالب به جميع الشعب. نعم. طب ما هي يعني ما هي هذه المواد؟ نعم. المادة 177 تم حذفها من الدستور، وكانت بتنص على أنه لا يجوز تعديل
قانون السلطة القضائية إلا بعد العرض على مجلس القضاء الأعلى. فهنا لو لغينا المادة دي يبقى هنا السلطة التشريعية ممكن أنها تصدر القانون بدون الرجوع إلى القضاء، بدون الرجوع إلى مجلس القضاء الأعلى، بدون الرجوع إلى الهيئات القضائية. فهنا يبقى في تغول للسلطة التشريعية على السلطة القضائية. بالنسبة لحاجة تانية، النيابة اتشالت من الباب مع القضاء وتحولت دخلت في باب تاني مع النيابة الإدارية والنيابة المدنية. هنا عملت اندماج مستتر لهذه الثلاث نيابات، النيابة المدنية والنيابة العامة والنيابة الإدارية. فليه ان انا اشيلها من الباب الخاص بالقضاء واحطها في باب تاني مستقل وانتقص من سلطتها بشأن الإحالة، ويبقى التحقيق بس هو المختص به النيابة، ثم بعد ذلك يحال القاضي تحقيق هو اللي يتخذ إجراءات الإحالة. انا بنتقص من حقوق السلطة القضائية، ولا عايز ان انا ارجع واعمل استقلال للقضاء كما يطالب الشعب؟ نعم. طيب رجاء ابقى معي سيادة. احنا معترضين طبعا على مسودة الدستور الخاصة بهذه المواد الخاصة بنا كقضايا. نعم. طيب سيادة المستشار رجاء ابقى معي على الهاتف أستاذ ممدوح. يعني هو يرى أن مسودة الدستور الجديد جاءت بتغول، يعني سيكون هناك ربما تغول من جانب البرلمان على السلطة القضائية. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بتعجب من حرص القضاء الزائد عن الحد على أن يكون له وضع متميز عن كل السلطات في مصر. يعني حضرتك الاعتراض في المادة دي اعتراض على مناط وجوهر عمل السلطة التشريعية في إعداد القوانين. يعني جاء عمل البرلمان بيعمل تشريع ورقابة، فالبرلمان معروض عليه قانون يتعلق بالسلطة القضائية. القضاء معترض أن البرلمان ينفرد بتشريع قانون يتعلق بهم، ولابد من عرضه المجلس على القضاء. يعني هذا الحرص الزائد، ألا ترون أنكم تحرصون على استقلال سلطتكم ولا تحرصون على استقلال السلطة التشريعية؟ ألا ترى أن أنتم لما تحصنتم باستقلال القضاء لم تحرصوا على استقلال السلطة التشريعية مطلقا، مع أن العكس بفقه الدستور يعلم ذلك كل دارس للقانون أن السلطة التشريعية أعلى السلطات لأنها سلطة منتخبة من الشعب، أما القضاء والسلطة التنفيذية فمعينين. المعينون يعترضون على السلطة التي أعلى منهم ويريدون غل السلطة التشريعية حتى في التشريع لزيادة الامتيازات القضائية والحصنات والوضع المتميز في الدستور وفي العمل. طيب حضركم لما تغولتم في أحكامكم على مجلس الشعب حتى، ألم تراعوا أن هناك استقلال تلك السلطة وعدم إعمال مبدأ الفصل بين السلطات؟ لم يرعوا ذلك، لا المحكمة الإدارية العليا الأستاذ المستشار مجدي العجاتي ولا المحكمة الدستورية. هذا عدم إعمال القانون، السادة اللي بيتكلموا على احترام القانون واللي الحكم عنوان الحقيقة، أنا بس أضع نقاط بسيطة جدا في عجالة شديدة جدا. المحكمة الدستورية حضرتك ما بنقول إنها هيئة سياسية، مش أنا قلت كده، ده نادي القضاة في عام 78 قال المحكمة الدستورية العليا تعد عضوان على قضاء والمحاكم. يعني أنا لا سمعيني. لا أريد العودة إلى التاريخ، لأن لا يعني هذا لا ده تاريخ، ده فيه حقائق عشان الناس تعرف الأحكام بتصدر إزاي اللي هي عنوان الحقيقة. حضرتك في عام 2006 محكمة النقد أعلى سلطة في البلد، أعلى سلطة قضائية، أصدرت حكم ببطلان الانتخابات في دايرة زكريا عزمي. نعم. تمام؟ كان هذا اللي حصل. راحت المحكمة، راح زكريا عزمي ودى الحكم للمحكمة الدستورية ألغت حكم النقد. أدي التسييس اللي بنتكلم عليه. في 2007 طيب. مبارك دي واحدة بس. أنا أعتذر لديك. ده مهم عشان الناس تعرف إيه اللي بيحصل طيب. في البلد. نعم. ما إحنا عايزين قضاء مستقل نؤيده ونحترمه يعني. أشخاصا وهيئة، لكن بدون تغول سلطة على سلطة. طب حكم زكريا عزمي عام 2006 يعني هو طيب. هو أنا أقول حكم واحد بس. في عام 2010 المحكمة الإدارية العليا وهيئة مستقلة، قضاء إدارية مستقلة، أصدر حكم فيما يتعلق بالزواج الثاني بالنسبة للمسيحيين. إيه اللي حصل؟ مبارك راح واخد الحكم عشان المواقمة السياسية، راح مديه المحكمة الدستورية فألغت هذا الحكم. يبقى احنا بنقف عند نقاط بالسوابق للمحكمة الدستورية أنها محكمة سياسية وأن السياسة تغلب على القانون. طيب يا أستاذ ممدوح، أنتم كنتوا في البرلمان، لماذا لم يعني تخرجوا بقانون استقلال السلطة القضائية؟ مهم جدا. يعني أنتم تأخرتم قليلا. لا مش تأخرنا نظرا لضيق الوقت. ده لا هقول بس حد سطر واحد، سطر واحد بس. طب سأعود لك إذا كان هناك وقت سأخذ تعليق يعني من أستاذ طيب. محمد. أستاذ محمد تعليق منك أخير، تفضل. أيوة. مستشار محمد تفضل، تعليق منك أخير. هو طبعا مع احترامي الكلام ممدوح به، لكن لو مشينا بهذا المبدأ يبقى ده إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات. يبقى إزاي يبقى كده السلطة التشريعية هي اللي هتسن القوانين وتقيد السلطة القضائية، ويبقى فين الاستقلال اللي احنا بنطالب بيه؟
طيب يعني انا مقتنع ان السلطه التشريعيه لا تقيد السلطه القضائيه، بس مطلوب من حضرتك سلطه قضائيه الا تقيد الا تتغول على السلطه التشريعيه. شكرا جزيلا لك. كان معي سيادة المستشار محمد عبدو صالح امين صندوق نادي قضاة مصر، شكرا جزيلا لك. ساخذ ايضا تعليق اخير منك سيادة المستشار كما تفضل. في الجزئيه دي انا النهارده مسوده الدستور او مشروع الدستور يتجه الى النظام البرلماني المقنع، يعني مش برلماني لكن هو يميل للنظام البرلماني. برلماني يعني الحزب الحاكم يتكون منه مجلس الشعب ومنه الوزارة وربما يأتي منه رئيس الجمهورية. أصبحت السلطة القضائية دي في حتة لوحدها، وأصبح الحزب الحاكم ده بيملى التشريعية وبيملى التنفيذية. يبقى النهاردة السلطة القضائية لما تحط حتة ضامنة إن في لو قابلنا المشهد ده مستقبلا بغض النظر عن الساحة السياسية فيها مين ده دلوقتي، لكن مستقبلا ممكن يجينا اي حزب من الاحزاب يملى البرلمان ويملى الوزاره ويبقى منه رئيس الجمهوريه. اذا كانت يعني ويقدر عايز كمان يطيح بقى بالسلطه القضائيه فعن طريق البرلمان يعمل اللي هو عايز يعمله. فدي حته شويه ضامنه. الحته الثانيه اللي عايز اتكلم فيها بسرعه، الجماعه اللي بينادوا مثلا بعوده الحزب اللي هو البرلمان اللي كان قبل الثوره اللي هو تم حله. الإعلان الدستوري في 13/2 حل البرلمان ده وعطل الدستور وشكل لجنة لتعديلات الدستور لو نذكر في 13/2/2011. طيب انت عطلت الدستور اللي كان فيه مكنة الحل اللي هي في ايد رئيس الجمهورية، وانت مجلس عسكري بتقوم مقام رئيس الجمهورية، وعطلت الدستور يبقى عطلت هذه المكنة، ما بقتش في ايدك ان انت تقدر تحل. طيب حل البرلمان ده هيبقى صحيح ولا يبقى باطل؟ من وجهة قانونية صرفة باطل، والمجلس ده من وجهة قانونية يبقى قائم، لكن من وجهة أخرى هذا المجلس غير قائم. نعم. ليه؟ وجهة النظر الثورية أن ثورة قامت على تنظيم سياسي أحد أدواته برلمان شارك في عملية فساد سياسي كبيرة ضمن تنظيم حكم لم يرضى عنه الشعب فصار عليه. نعم. فمن ضمن ثوراته الطبيعي. طيب. ان مثل هذا البرلمان لا يكون له وجود. استاذ ممدوح تفضل. عايز احب في نقاط سريعه جدا. نحن احترمنا السلطه القضائيه واحترمنا استقلالها، وكنا عند مناقشه قانون السلطه القضائيه في لجنه التشريع في مجلس الشعب، جاءنا سكرتير نادي القضاه الاستاذ محمود شريف وطلب منا تاجيل المناقشه لحين الفراغ من الدستور، ونحن قلنا له نحن حريصين وضبطنا ذلك في محضر الجلسه على استقلال السلطه القضائيه، ولن نناقش قانون السلطه القضائيه الا برضا السلطه القضائيه وبما تريد السلطه القضائيه، ولم نناقشه. دي نقطه. النقطه الثانيه حضرتك، طب هم الان يدعون حصانات في الدستور لذلك، لماذا تعترضون؟ لا نحن لا نعترض، انا بقول على الامر رد اليكم. نحن احترمنا استقلال السلطه القضائيه في الوقت الذي في بعض المحاكم لم تحترم استقلال السلطه التشريعيه مطلقا وتغولت عليها. دي مساله. المساله الثانيه انا بتكلم كلام بسيط جدا للمواطن في مصر كلها، لن تكون هناك انتخابات في ظل هذه الاشكالات المعقده على الاقل 6-7 أشهر كمان. طيب لمصلحه من؟ لا تراقب الحكومه، لا يتم اصدار تشريعات، لمصلحه من تنفرد حكومه هشام قنديل، لمصلحه من ينفرد الرئيس محمد مرسي بالقرارات مع احترامي وتقديري وتاييدي له، لكن انا ضد ان ينفرد شخص ولا وزاره بقرارات ولا بد من اعمال الرقابه عليها. من يراقبها في حاله عدم وجود مجلس الشعب؟ من يراقبها؟ ومن يدفع اموال الانتخابات القادمه؟ انا بقول لاخواننا اللي زايدوا على مساله حل مجلس الشعب من السياسيين، عدائكم من الاخوان ضر بمصلحه الوطن، وما زالت هناك حكومه دلوقتي موجوده لا تجد من يراقبها ولا توجد تشريعات في البلد، ويوجد رئيس لا يجد من يراقبه، ولا يوجد برلمان يراقبه، ولا توجد سلطات الاحاطه ولا طلبات ولا الاستجوابات ولا شيء من ذلك. لمصلحه من؟ برغم ان الاخوان في المجلس لم يكونوا اكثر من 40% وكان الغالبيه من غير الاخوان، لكن العداء للاخوان طور المساله وطور الواقع السياسي الى تعطيل اليه من اليات المراقبه لحكومه جديده في وضع غير مستقر ورئيس جديد في وضع غير مستقر، واصبحت الرقابه رقابه الشارع ليس لها ثمن حقيقي في المعامله الجديه في الرقابه. نعم. ومداخله مع هذه الحكومه. نحن الان نعم. من هؤلاء السياسيين من يعرف كيفيه مراقبه وزاره من الوزارات؟ من يسائل وزير من الوزارات؟ لا يوجد احد. نحن أعطينا بالمزايدات السياسية سلطات مطلقة لوزارة رئيس جمهورية. نعم. في نهاية اللقاء نشكركم شكرا جزيلا. ربع ثانية. هذا الكلام وجيه جدا فيما يخص الرقابة، وأن فعلا في افتقاد رقابة، لكن أيضا مع عظمة هذا الكلام لكن لا يبرر عودة مجلس أصبح من الحياة السياسية ناسيا منسيا.
لا أعتقد أن هذا الكلام فيه افتئات على الواقع. المحكمة الدستورية هي التي ينبغي تغييرها تغيير جذري، وإما أن توضع في باب السلطة القضائية كل اختصاصات ويكون ترشيح أعضائها من محكمة النقض ومن سعادة القضاء وليس كما رشح من قبل. شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كان معي المستشار كمال اسلامبولي رئيس المجلس الوطني المصري، شكرا جزيلا لك. وأيضا أستاذ ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق ومحامي بالنقد، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا لكم، وألقاكم بعد هذا الفاصل.